الخامسة بتوقيتي الجزائر، نشرة للأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، ونستهلها بالعناوين. مبعوثا لرئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية يسلم رئيس النيجر رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، ويبلغه التزامه التام في تقوية الروابط التاريخية وبناء شراكة اقتصادية تعود بالنفع على البلدين. وتيرة متسارعة في إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين خنشلة وبابار لتسليمه في أجله المحددة للدفع بالحركية التنموية والتجارية بالمنطقة. وببشار توسيع مساحات الأشجار المثمرة يحقق وفرة ونوعية في المردود بفضل آلية الدعم والمرافقة. في الحدث الرياضي القاري، علو كعب الجزائر في احتضان المنافسات القارية والعالمية بجاهزية المرافق الرياضية والمنشآت الفندقية، والناخب الوطني لأقل من 17 عاماً يؤكد الاستعداد التام لخوض المنافسة. امتداد تاريخي إفريقي يجسده معرض اللباس التقليدي بالحاضرة الثقافية للأهجار بتمرست، ألوان وتصاميم مستوحاة من طبيعة وأدغال القارة السمراء. أهلا بكم من جديد. المستهل بالتعاون وبصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بنيامي عاصمة جمهورية النيجر من قبل الرئيس محمد بازوم، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، وأبلغه تحيته الأخوية والتزامه التام بمواصلة العمل معا لتجسيد طموحهما المشترك في تقوية الروابط التاريخية بين الجزائر والنيجر وبناء شراكة اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وعلى المنطقة برمتها. بصفتي مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية النيجر، سلمت رسالة خطية إلى الرئيس محمد بازوم من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. وبالمناسبة تم خلال هذا اللقاء تقييم العلاقات الجزائرية النيجيرية، كما تبادلنا وجهات النظر حول عديد القضايا السياسية الإقليمية والدولية. هذا وعقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج جلسة عمل مع نظيره النيجيري، تمحورت حول الآفاق الواعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين إلى جانب التشاور والتنسيق بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ممثلا لرئيس الجمهورية، يواصل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد مشاركته في القمة السادسة لتحول إفريقيا التي تختتم اليوم في مدينة فيكتوريا فالس بزيمبابوي تحت شعار الاتصال والابتكار والتحول، وهذا بحضور العديد من القادة الأفارقة والوزراء المكلفين بالاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة. الملتقى يهدف إلى مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالتحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجالات الابتكار والرقمنة والاتصال. الوزير وفي كلمة له في اليوم الثاني من القمة عرض وثمن جهود الجزائر في دعم الابتكار والنخب المبدعة من خلال السياسات العامة الرامية إلى الاعتماد على اقتصاد مبني على المعرفة. في الحركية التنموية ديناميكية كبيرة يعرفها قطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة على غرار مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين خنشلة وبابار، والذي ينتظر تسليمه في غضون الأشهر القادمة. عبد الرحمن شبح. تعرف أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين بلدية بابار وعاصمة الولاية خنشلة وتيرة متسارعة لدخول حيز الخدمة هذه الصائفة، وتمكين مستعملي هذه الطريق بالسير في أمان وتقليص مدة التنقل قدر الإمكان. زي خنشلة غير بابار ذا بريد لي ذي قتاسني طوموبيل
وذيس الاكسيدات عرمت ولقوا الحمد لله جهاز استمر. الطريق راه خير خير ربي الله يبارك، رانا كنا تعبين في طريق وحده. دروك رانا في طريق خير، راه طريق مزاوج خير ربي الله يبارك. وماذا بينا يلحق لنا الواد سوف ان شاء الله. الطريق كان تعبان ياسر، وكنا سايقين شاحنات غلبنا في الطرق هذو ضيقين، كثروا لي زاكسيدا. درك الطريق ان شاء الله راهي مليحه، راهي بدات تعدل الامور. ربط شمال الولاية بجنوبها والتقليل من حوادث المرور من أهداف هذا المشروع الذي سيسمح كذلك للولاية بأن تكون قطبا فلاحيا واقتصاديا بامتياز. هذه العملية إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين خنشلة بابار على مسافة 30 كيلومتر، مقسمة على 4 حصص، 3 حصص للطرق وحصة للمنشآت الفنية. الحصص كل جميع الحصص متفاوتة بنسبة 60 إلى 70%. هذا المشروع يعمل على إزالة النقاط السوداء وتحسين حركة المرور، يسير بوتيرة جد حسنة، نرتقب باستلامه في أواخر شهر أوت إن شاء الله. الديناميكية الكبيرة التي يشهدها قطاع الأشغال العمومية بولاية خنشلة من شأنها التخفيف من معاناة السكان للتنقل إلى المحيطات الفلاحية سيما المتاخمة لولايتي الوادي وبسكرة. في النشاط الفلاحي وبتضافر جهود عدة قطاعات، يساهم برنامج تزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية والمياه بولاية بشار في توسيع مساحة الأراضي الفلاحية ذات الطبيعة الصحراوية الجافة والمخصصة للأشجار المثمرة التي تحتاج إلى كمية منتظمة من المياه لضمان مردود وافر من العرش. في منطقة بن زيرق الحدودية توجد أراضي فلاحية مستغلة ذات مردودية جيدة في إنتاج مختلف المحاصيل. مؤخرا توسع نشاط الفلاحين هنا إلى غراسة الأشجار المثمرة، تجربة كللت بالنجاح وأعطت ثمرة الشهاد. عندي حوار الرمان والبعويدق كيما الزيتون الكرمة، وعندنا ثاني اللوز مشماش. البلاصه هذه راني عندي عامين من اللي راني بادي فيها، حاجه اللي راها باديه تمد بصح زعما مازال صغيره. احنا اليوم درنا توسيعات لعده الفلاحين، وراكم كيما راكم تشوفوا احنا درنا توسيعه كبيره فيها اشجار مثمره، فيها على كل انواع كاين انتاج، ونطلبوا فني الدعم. المصالح الوصية من قطاعات الفلاحة الري والطاقة ساهمت أيضا في توسيع المساحات المخصصة لغراسة الأشجار المثمرة على اعتبار أن الماء هو المحدد الأول لتوسيع هذا النشاط. يعني كل موسم نقوم بخرجات ميدانية من أجل تقديم إرشادات فلاحية، خاصة توعية الفلاحين بخصوص متابعة ومراقبة الأشجار المثمرة، وهذا من أجل يعني تحسين المنتوج وكذلك توسيع المساحات الزراعية الخاصة بهذا النوع من الشعب الفلاحية. الحمد لله كاين فلاحين والله لا بادروا، والمبادرة نتاعهم مشجعة خاصة فيما يخص زراعة الأشجار المثمرة بأنواعها وكذلك زراعة الخضروات. الشيء اللي نتمنوه احنا كمديرية مصالح فلاحية، وإن شاء الله تكون مرافقة تقنية سواء بالدعم الفلاحي أو بالإرشادات الفلاحية خاصة للفلاح الذي يثبت ميدانيا. بالنظر إلى تجربة عديد المستثمرين الفلاحيين المساهمين في تطوير شعبة الأشجار المثمرة، نجد أن توفر المياه محددا أساسيا لمواصلة هذا المجهود. في الذاكرة التاريخية نستذكر اليوم تضحية البطل مسعود بوجري الذي ارتقى شهيدا في مثل هذا اليوم من العام 1961 إثر اشتباكات مع الجيش الفرنسي بقرية أم الطوب بدائرة القل بولاية سكيكتا. وقفة عند مآثر الشهيد وبطولاته مع أمينة بعطوش. طولوسي مسعود القسنطيني هو ذلك الثوري والجندي المقاتل والمتخطي مراتب المسؤولية إلى ضابط سامي في الجيش، ابن هذه المنطقة التي كنيت باسمه الشهيد مسعود بوجريو، الداعم للثورة والمحقق لعديد الانتصارات على العدو، صور لا تزال راسخة في ذهن المجاهد إسماعيل. عرفته في سنة 58، في الوقت هذا سي مسعود كان مسؤول على قسنطينة وحدها، كان متكلف بالمشاكل السياسية والرد على الاستعمار، يعرف يسير، يعرف يدز المجاهدين للعمل، يعرف يجهد المعامل اللي يقولوا روحوا نصروا معاكم، يسجعوا يشوفوا يقولوا من الحوايج تاعكم مقطعين نبدلهم لك،
حط له 60 في الجيب حتى هو ما يقراش، كان متسامح مع المجاهدين. مسيرة الشهيد حافلة بملاحم بطولية خلدها التاريخ. معارك اللي قام بها سي مسعود بوجريو من البداية وهو يقوم بالنضال من أجل لم الشمل نتاع المناضلين وتوعية الشباب المناضل، وكلف من طرف الشهيد والقائد الأول نتاع الولاية الثانية التاريخية وهو ديدوش مراد. وفي ذكرى استشهاده وقفة ترحم وعرفان في ساحة الشهداء بمسقط رأسه، وتكريم لأسر رفقاء النضال والكفاح ممن ضحوا في سبيل حرية الجزائر. في إطار محاربة كافة أشكال الجريمة، عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، وعلى إثر معلومات مفادها وجود كميات من اللحوم الموجهة للاستهلاك البشري، تم العثور على كمية معتبرة من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة في أحد المستودعات بحي مخدمة بورقلة. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ما تعلق منها بالممارسات التجارية غير مشروعة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية، وبناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة عن وجود مستودع بإقليم اختصاص في غرفة تبريد غير مصرح بها مخصصة لتخزين اللحوم بطريقة غير مشروعة، وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة ومديرية الفلاحة لولاية ورقلة قامت عناصرنا بمداهمة وتفتيش المستودع، أين تم العثور على كمية معتبرة من مختلف اللحوم الحمراء والبيضاء بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. على إثرها تم حجز البضاعة سالفة الذكر مع إعداد ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة من أجل حيازة وتخزين لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة لسجل تجاري دون رخصة. دوليا وببوركينا فاسو، تعرضت الكتيبة العسكرية في أوغادو أمس لهجوم إرهابي خلف 33 جنديا وإصابة 12 آخرون بجروح، حسب بيان للجيش البوركينابي الذي أفاد أن القتال كان على أشده وأن الجنود تمكنوا من تحييد 40 إرهابيا على الأقل قبل وصول التعزيزات العسكرية. هذا ودانت الجزائر بشدة اليوم الهجوم الإرهابي الجبان على مفرزة عسكرية للجيش بمدينة أوغارو شرق بوركينا فاسو، معربة عن تضامنها الكامل في هذه الظروف العصيبة مع جمهورية بوركينا فاسو الشقيقة شعبا وحكومة، مقدمة تعازيها الخالصة لعائلة الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيانها عزمها الراسخ على محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها، داعية المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد جهوده بشكل أكثر فعالية من أجل مكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي تعيق تحقيق السلم والتنمية في ربوع منطقة الساحل والقارة الإفريقية. وفي السودان، هدنة جديدة لمدة 72 ساعة منذ منتصف ليلة أمس بعد موافقة طرفي النزاع على تمديدها قبل انقضاء الهدنة السابقة التي انتهكت بشكل متكرر بتجدد الاشتباكات والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. الهدنة المعلنة ستسمح بفتح ممرات إنسانية لتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والمدنيين الفارين إلى أماكن آمنة، وكذا الوصول إلى المستشفيات لتمكين المواطنين من قضاء احتياجاتهم. يتزامن هذا والنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية إلى كل أطراف الصراع في السودان للانسحاب من جميع المرافق الصحية.
في الحدث الرياضي القاري تنطلق غدا النسخة 14 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 عام التي تحتضنها الجزائر من 29 أفريل إلى 19 مايو المقبل بمدن الجزائر العاصمة قسنطينة وعنبة. جاهزية في المرافق الرياضية والهياكل الفندقية لاستقبال ضيوف الجزائر من القارة السمراء. المباراة الافتتاحية لهذا العرس الرياضي ستجمع بين منتخبنا الوطني ونظيره الصومالي بملعب نيلسون مونديلا ببراغيث العاصمة، وتتابعونها مشاهدينا الكرام حصريا على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري ابتداء من الساعة 8 مساء. وعشية المواجهة المنتظرة أمام منتخب الصومال في افتتاح البطولة القارية غدا، نشط الناخب الوطني لأقل من 17 سنة أرزقي رومان رفقة القائد مسلم أناتوف ندوة صحفية اليوم بملعب نيلسون مونديلا، حيث تطرق إلى أهمية المباراة الأولى التي تم التحضير لها بالتركيز على الجانب الذهني. هذا عبر التاريخ شفنا عدة مباريات افتتاحية تكون صعيبة للفريق، خاصة الفريق المنظم للدورة ولا الفريق اللي راح يفتتح الدورة، تكون نوعا ما صعيبة من ناحية الذهنية، موش من ناحية يعني الميدان، من ناحية ذهنية طبعا يكون شوية ضغط زايد في غض النظر المباريات اللي راح تكون بعدها. ولكن تجربتنا بعد خضوعنا لكأس العرب عند 6 أشهر أو 7 أشهر نظن باللي إن شاء الله اللاعبين وطبعا الطاقم الفني عملنا على هذه النقطة بغض النظر للمنافس، عملنا على هذه النقطة الذهنية وعلى بالنا باللي اللقاء الأول عنده أهمية كبيرة في مشوار مباريات الدور الأول. نجمة الطبعة الأخيرة لبرنامج تاج القرآن للتلفزيون الجزائري الطالبة خديجة جمعي، أصيلة ولاية تلمسان، عذوبة صوت وآداء متفرد في الترتيل والتجويد، أهلها لافتكاك المرتبة الأولى في مسابقة تاج القرآن الكريم في صنف الإناث بجدارة. بورتري لهذه الموهبة الفذة مع كاميليا حموم. بواحدة من المدارس القرآنية بولاية تلمسان، هنا زاولت الطالبة جمع خديجة تعليمها القرآني على يد الشيخ بالرابح نعيم الذي لقنها أحكامه، فكانت قيمة مضافة لتظفر بالمرتبة الأولى بمسابقة تاج القرآن الكريم التي ينظمها تلفزيون الجزائري كل رمضان. التحقت بهذه المقرأة المباركة سنة 2017، يعني لحد الآن ما يقارب 7 سنوات والحمد لله. والله هذه الرحلة كانت رحلة مباركة، رحلة ماتعة، تعلمنا فيها من شيخنا بارك الله فيه، لم يبخل علينا بتصحيحاته وتصويباته. فبدأت القرآن الكريم من أوله حفظا وترتيلا وتجويدا، وهذه الطالبة نجيبة في قراءتها، في صوتها، في أحكام الترتيل، في تجويد القرآن، في أخلاقها. خديجة هي واحدة من الطلاب الذين أطلقوا العنان هذه السنة، فكانوا مرآة عاكسة وصورة ناصعة لما تكتنزه الجزائر الحبيبة من حملة الكتاب الله. يؤمنون نطلبها التوفيق والخير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحاجه نفتخروا بها الحمد لله، يعني الدوله نتاعنا يعني شو كشرها يعني تعني بحملات القران الكريم لما الائمه ولما حملات القران الكريم، يعني وهذا شرف. يكفيني شرفا اني نظرت الى والدتي ورايت في عينيها يعني نظرات الفخر، وهذا يكفيني. وفي مبادره تكريميه تستحق الثناء، بادرت الجهات الوصيه بتلمسان الى تكريم الطالبه تشجيعا لها لمواصله المسيره مع كتاب الله حفظها الله.
وفي شهر التراث امتداد تاريخي إفريقي يجسده معرض اللباس التقليدي بالحظيرة الثقافية للأهجار بتمرست، ألوان وتصاميم من أدغال القارة السمراء للترويج للتراث الجزائري العريق وامتداده الإفريقي. هارون لوميتي. يتميز الرجل التركي بلباسه التقليدي الجزائري الأصيل بعباءتان إحداهما بيضاء وأخرى زرقاء، يتزين بتكورات وهو غطاء يوضع على الكتفين ومعهما خيوط حمراء تعرف بأمجدول، ومعهما تغلب وإغتمن. كما تتزين المرأة التركية بإرسوي وآفر وآلشو، وتتزين بحلي تقليدي في الأعياد والمناسبات. تشبه بنتي غادي تجي لواحد الدهرين هذا الطفين دغاكنا نسن الطفين دغ تملسوت نسن نك تملسوت تا ايوا دغ دسي كالن وتي لا كالوا غوري ويا دغ سي سطاف دغاكنا نن لكن هذا الزغ اللي بس تقليدي كرازا يولان هولان. اليوم راني انا مشارك باللبسه الاصيله العريقه لمنطقه الهجار اللي يعني جدودي كانوا يعني يسافروا بهم هذه الامور هذو، وبقيت محافظ عليهم كتراث اصيل للمنطقه وكتراثنا كبطاقتنا كهويتنا الاصيله. مشاركه واسعه لدول الجوار كالمالي والنيجر في هذا العرض لللباس التقليدي بولايه تمنغست ليبرزوا تراثهم الثقافي الافريقي المتوارث عن ابائهم واجدادهم. هذا العرض لللباس التقليدي المشترك بين الجزائر والنيجر فرصة لإبراز الموروث المشترك للزي التقليدي في البلدين. قمنا بهذا المعرض باش نتعرفوا بثقافات وعادات وتقاليد لهذه الدول اللي جاونا اليوم وعرضوا ثقافاتهم وتقاليدهم وكل ما يخص اللباس التقليدي والصناعة التقليدية اللي تتميز بها هذه الدول. وتحت شعار التراث الثقافي الجزائري وامتداداته الإفريقية تتواصل فعاليات هذه المناسبة طيلة هذا الشهر بعاصمة الأهجار تمنغست. ونختم نشرتنا بلمسة فنية جزائرية إفريقية تجسدت في معرض إفريقيا والفنانون بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بالعاصمة، عكس ثراء الموروث الثقافي الجزائري وارتباطه بالعمق الإفريقي. عن التلفزيون وهبة دنداني. الحياة اليومية لشعوب إفريقيا من عادات وتقاليد وأسواق شعبية ونشاطات تجارية، كلها دونت في لوحات فنية لفنانين عالميين ومحليين. عموما هو معرض ثري جدا يحاكي مختلف الحقبات التاريخية والثقافية للجزائر ولكل شعوب القارة السمراء. مهم جدا حضورنا هنا لمشاهدة هذا المعرض الخاص بإفريقيا وثقافات شعوبها عبر العصور، وكانت الفرصة سانحة للوقوف عند لوحات ثمينة عن إفريقيا لا توجد إلا في هذا المتحف بالجزائر. يضم المعرض هذا أعمال المجموعات ترجع يعني كلها المتحف الوطني للفنون الجميلة. دونك الفنانين هم يعني فيه فنانين عالميين وفنانين محليين. وضع التحف كانت عبارة عن مناظر طبيعية ولا أسواق ولا بورتريهات يعني الإفريقية. يتوسط المعرض هذا يعني مجموعة من الخرائط ولا من أو يعني المخططات ولا يعني أعمال أرشيفية ولا مراجع يعني مراجع يعني تحدث على يعني على إفريقيا بصفة عامة. المعرض الذي لقي إقبالا من قبل أفارقة وجزائريين. الخامسة تمت إلى التذكير بعناوينها. مبعوثا لرئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية يسلم رئيس النيجر رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية ويبلغه التزامه التام في تقوية الروابط التاريخية وبناء شراكة اقتصادية تعود بالنفع على البلدين. وتيرة متسارعة في إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين خنشلة وبابار لتسليمه في آجاله المحددة للدفع بالحركية التنموية والتجارية بالمنطقة،
وببشار. توسيع مساحة الأشجار المثمرة يحقق وفرة ونوعية في المردود بفضل آلية الدعم والمرافقة. في الحدث الرياضي القاري، علو كعب الجزائر في احتضان المنافسات القارية والعالمية بجاهزية المرافق الرياضية والمنشآت الفندقية. والناخب الوطني لأقل من 17 عاماً يؤكد الاستعداد التام لخوض المنافسة. امتداد تاريخي إفريقي يجسده معرض اللباس التقليدي بالحظيرة الثقافية للأهاجار بتمنرست، ألوان وتصاميم مستوحاة من طبيعة وأدغال القارة السمراء. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. ألقاكم بخير.